بسم الله بديت الكلام والصلاة والسلام على النبي العدنان خير الأنام. قصتنا اليوم فيها حكمة وعبرة لمن يعتبر. قصتنا سيادي على مولة النية ومول الخديعة. نتمنى تشتركوا في القناة باش توصلكم باقي قصص هذه السلسلة. كان يا ما كان في قديم الزمان عالم تعرف بالصلاح وخير الأعمال، اختار يقول الحق ويكون زاهد في هذه الدنيا. كان يلبس الهدارج ويتمشى بلحفة، يتفرش الشوك ويتغطى بالسماء، في الليل يرعى النجوم مع كل نجمة تسبيحة، وفي النهار يعبر الأرض مع كل خلفات كبيرة. كان يقول اذكر الله وانت ماشي لا تلهيك مسالة، تحيي القلب الراشي بذكرك الجلالة. هكذا كان يتنقل من مكان لمكان، يدعو الناس بالخير وصالح الأعمال، حتى وصل القبيلة مسك عليها الله بخيره، بادي على أهلها الخير والخمير. وقف ببابها وشاف شوفة طويلة وقال سافر تعرف الناس وكبير القوم طيعوا، كبير الكرش والراس بنصف ولا تبيعوا، المتربي على الخير يشم يده يشبع، والمتربي على الشر بمال الدنيا ما يقنع. زاد كمل الطريق حتى دخل القرية، من بعيد بان ليه تاجر يفكر ويدبر، تدبير عميق في باب السوق. قرب ليه وقال لا تخمم ولا تدبر، لا تحمل الهم ديما، الفلك ما هو مسمر ولا الدنيا مقيمة. تاجر قاع ما شاف فيه ورد عليه الشر ما يدلم حد غير من جابه لنفسه، في الشتا يقول البرد وفي الصيف يغلبه نعاسه، سير تخدم على راسك وبركة من السعاية. قال لي عبد الرحمن المجدوب أنا مانيش نسعى عليك، أنا راني ننصح ليك. وكمل الكلام وقال كل عبد في هاد الدنيا سعاي، كان لي يسعى رضا العباد وكاين اللي يسعى رضا الخالق العباد. وزاد خطوة يعبر البلاد مع كل خلفة يذكر الله، يجول من حانوت لحانوت ينصح ويذكر بالله، حتى تلف لينا وسط الناس وما بقينا عرفنا ليهم كان، يا إما بلعتوا الأرض أو دار جنحين وطال. هكا حكم علينا المكتوب بالرجوع عند التاجر. لقينا معاه واحد الراجل، سلم عليه التاجر ورحب به أشد ترحيب، حيت باين عليه فضل الله من لباسه وطريقة كلامه. دخل المحل يعرض عليه البضاعة، هذا كتان حرير وهذه قطيفة. داو جابوا في الحديد حتى سول التاجر هذا الراجل من جاي يا سيدي، باين عليك غريب. رد عليه الراجل وقال أنا معروف ما بين التجار بصحة الليل، جاي من بلاد بعيدة باغي شي سلعة تكون زوينة. رد التاجر مرحبا سيدي، ما طلبت غير الموجود واللي تقالت عليك خفافت علينا. جاب ليه الكرسي وقال سيدا سيدي تفضل جلس. جلس تحت الليل مع التاجر وبقى يدي ويجيب معاه في الهضرة، اما احنا سيادي نخليوهم على راحتهم ونخرجوا من القصة نعرفكم على سحت الليل. طبعا مشي هذا سحت الليل اللي في قصتنا سيادي كائن خرافي، ما يضر ما ينفع وما يديه نعاس، يسمع النملة ويشوف ولاد الحجلة ويبات عساس. في النهار يكون راجل يتجول ما بين الناس، وفي الليل يتحول لطير يتجسس على الناس، ما يعرف لا خير ولا شر وما يدخل في شؤون الناس، ويتلعب بالزمان كيف بغى، ما يهمه غير يجمع الخبار وينقلها على شكل قصاص من واحد لواحد ومن جيل لجيل. هذا شغله في الدنيا وعليه سمينا قناتنا يا ولاد الناس، واللي عرفنا عليه غير القليل، باقي مخبي الكتير. دابا سيادي نرجعو لقصتنا نشوفو اش غادي يجرى. خرج تحت الليل من عند التاجر يكمل التجوال في السوق، والتاجر مسكين خايف لا يطير من بين يديه، حاضيه من بعيد ويقول ليه ما تبدلناش اسيدي، ندير معاك احسن تمام. وسحت الليل قاها ما مسوق ليه، بقى هكا يتجول من محل لمحل حتى وصل وقت الزوال. في المشتى نهار قصير دغيا يظلم الحال، تحول سحت الليل وطار حتى وصل لواحد الدار، حط فوقها وبقى مسمر حاضي بابها. شي شوية وهو يبان راجل وسط الظلام يدق في البيبان يطلب ضيف الله، لكن حتى حد ما شفق ولا عطف عليه. قال داك الراجل المكسي ما داري بالحافي، وازاي يضحك على الهموم
اللي نايم على القطيفة دافي والعريان كيف يجي هنو. من كلامه باين عبد الرحمن المجدو جا للدار اللي واقف فوق أسحة الليل ودق في بابها. جاوباته مرا من وراء الباب قالت شكون؟ قال ليها ضيف الله. ردت عليه الراجل ما كاين شي في الدار. قال ليها نتسنى حتى يجي. قالت لي شوف سيدي الجواد ما يقولوا لا لا وحديتهم خطا وصواب. اذا قال لك روحوا تعالى هذيك مارة الكذاب، وانا عارفه راجلي بخيل شحيح ما يعتق حتى القطيله جاع. ما نقدر نخليك تسنى وانا عارفه ما يتحقق لك مراد. رد عليها وقال الخبزه والقلب مشروح والضحك هو إدام، بخيل والكبش مذبوح ما يلدش على طعامه. قالت ليه لي عليا نعطيك قوتك وزادك وما تبقاش هنا قدام الباب، راهي لا جا ولقاك هنا ما يخلي ليا لا بكلمه ولا بسبان. هذاك الشيء اللي كان خدا عبد الرحمن المجدوب زادو وزاد خلفه ما بقى بان. دخل بلاد وخرج بلاد، لكن سحت الليل ما بغى يخوي المكان. شي شويه يجي التاجر لديك الدار يدخل وقاتلو الهم والغم على داك السيد اللي ما رجع يشري من عنده. تلقات ليه مراته بالضحكه والفرحه، كانت موجده الماء سخون والعشاء. جلست عند رجليه تدلكهم ليه وقالت ايوا جبت ليا الخاتم اللي وعدتني به. قال ليها حتى مشيت نشريه ليك وانا نخمم مع راسي مزيان ونقول مراتي العزيزه تستاهل كتار من الخاتم، علاش الا ما ندس هاد الفلوس حتى الغدا نزيد عليها ونشري ليك سلسله. قالت له لا يخطك عليا راجلي العزيز، دلعاتو ديك الليله حتى زلعاتو بالنشاط ونساتو فهمو وغمو. قبل شروق الشمس طار سحت الليل وطرنا حتى حنا معاه، جبناها في السوق. تحول سحت الليل لمراه شارفه هارفه، حط الطبيع الصوف قدام محل التاجر. جهد الاخير فتح الحانوت وبدا الغادي والجاي يكتر وعمر السوق، حتى دخلت واحد المراه الحانوت التاجر. هو غير شافها هو يقفز من بلاصتو واستقبلها استقبال كبير كتر ما دار لسحت الليل، وقال مرحبا بجارتي مرحبا زيدي تفضلي. ردت عليه ربي يخليك كي راها دايره مولات دارك. قال ليها شكون بحالها؟ قالت لاني غير مجيب جيب. ضحكت وقالت ليه ايوا هادي حالة النساء اللي بحالها يقتلوا الراجل غير بالفقصة. ضحك وقال ليها عليها راجلك دغيا مات ما تكون قتلته غير شي فقصة. قالت ليه هو اللي كان مخرج جناني ومكحل ايامي مات وهناني. قال ليها وهو يفرق في يديه ايوا المال وردتيه وما خاصك خير، خاصك غير شي راجل اللي يعودك على ايامك كز حلال كحلة. تأسفت وقالت سعدي غير في اللي مزوجين، انا بخيري وبخميري وبغيت اللي نديه ما يكون لغيري. الشركة ضيع التجارة والمرأة نغص حياتها مرأة بحالها. قال ليها وهو حاير ايوا الا كان كيبغيك ويبات يحلم بيك. تبسمت وقالت الا كان كيما قلت راه عارف اش خاص يدير. بدلت الكلام وقالت فوقاش جبت السلعة الجديدة؟ جاوبها منا الواحد ثلاث ايام خرجت ومشات فحالها وهو حيران يفكر في مالها. قال سحت الليل سره الدنيا مثل هاد الراعة ما يلبسها غير اللي يشطح، يلبسها ويدوح بها ساعة ونكد عليها من بعد ما يفرح. وزاد ما بقينا عرفنا فين مشى، قلبنا عليه ساعات طوال ما بين البيوت وفي الزناقي وما بان حتى طاح الظلام. دخل التاجر للدار مغموم مهموم كيف العادة. تعرضت ليه المرأة كيف ديما ناشطة ضاحكة وموجدة ليه الما والعشا. جلست تدلك ليه رجليه وتقول ايوا جبت ليا السنسلة. قال ليها حتى مشيت عند السايق نشريها ليك وخممت مزيان وانا نقول مراتي العزيزة تستاهل خلخال، وخبيت فلوسها حتى الغدا نزيد عليها ونشري ليك خلخال. قالت ليه الله يخليك ليا راجلي العزيز دلعاتو، لكن هاد المرة ما نساتو فهمو وغمو، ما طاب ليه النعاس بقوة التفكير والتدبير. واش يخلي الماء وشرب من الغدير صباح الصباح وديك صاح وما داه نعاسو. مشى للمحل كيف عادتو فتح محلو، لكن ما عنده نفس التجارة ولا الشطارة مع بياعة وشراية. داز عليه الوقت كي يطير مكتر التفكير. رجع لدارو مهلوك وعيان. تعرضت ليه مراتو كيف عادتها وجدت الماء ودلقت ليه رجليه وقالت ليه ايوا رجلي العزيز باينة جبت ليا الخلخة، لكن كان سرحان ما جاوبها وهي تقول له رجع لله يا هاد الراجل. قال ليها اه شنو قلتي؟ حيرها امره وقالت ليه ياك لاباس سولتك على الخلخان وانت كاع ما كاين في هاد العالم. قال ليها والو يا هاد المرأة
غير تعبت من الخدمة والخلخار راني شريته، ومن بعد تفكير طويل رجعته للسياخ وقلت مراتي العزيزة تستاهل مضمة، وخبيت فلوسه حتى الغدا نزيد عليها ونشري لك مضمة. قالت ليه الله يحفظك ليا راجلي العزيز. دلعاته، لكن حتى هاد الليلة ما نساتو لا فمو ولا فمو، ما حلاليه نعاس وباتي تقلب في فراشه واش يسمح الزين والمحنة ويدي وحدة يابسة الشر يطير من فمها، لكن مالها يغري كل إنسان. قال سحت الليل في سره، حوست شعاب وعرقوب وحوست عرب الزناقي، المال قطعة من القلب جربتها من عناقي، وطار ما بقى بان ليها طار، قلبنا عليه حتى عينا وما بغى يبان دارها بينا. ودابا ما عليكم اسيادي غير تضغطوا زر الاشتراك باش منين يبان سحت الليل نكملوا قصتنا. وما بان حتى طلع النهار وجات عند التاجر جارته، من بعد ما سلمت عليه قالت أمندرة سلعتنا واجدة. قال ليها واجدة يا لالا، ولكن ما لقيت لا سبة ولا حيلة لسلعتنا القديمة. قالت ليه؟ قالوا ناس الزمان، الجديد فرح بيه والقديم نساه نسى بلاه. قال ليها وقالوا الجديد شريه والقديم لا تفرط فيه. من سمعت قولوا الحسد زاد في قلبها وشحلت نارها. قالت ليه شوف اللي نطولوه نقصروه، إلا راك واحد في الحيلة خليها عليا، وإلا راك باغيها هي بعد عليا. سكت شوية وقال وشنو هي الحيلة ياك ما فيها الأدية. تسمت ابتسامة المكر وقالت ياك غي الحيلة ها أنا هنيتك بيها، يبان لي انت ولد الناس شروطك كتيرة، وإلا كان عينك فيا غدا نضربو الكاغيط وخلي الباقي عليا. تعجب وقال غدا كي غادي نديرو ليها؟ قالت ليه انت ما عليك غير تسمعني ودير بكلام. قال ليها خير البر عاجله، هاني نسمع لالا فهميني. قالت شري وسحت الليل يخوين مكان، يعلم الله ان سر مطوي تحته ويعلم الله فين كيمشي، عينا نقلب وما خلينا لا دار ولا دوار. وما بان حتى غربت الشمس وطاح الظلام، وقينا التاجر سباقنا للدار ودخل الفراش وما بقى لي غير يديه نعاس. قال لمراته ايوا مراتي العزيزة شفتك هاد النهار قاع ما سولتيني على المنظمة كيف جرت العادة. قالت ليه راني عارفة جواب سؤالي على داك الشي قلت بلاش. قال ليها وهو يضحك واشنو هو جوابي؟ قالت ليه بحسرة غادي تقول لي شريت ليك المنظمة وانا جاي مع الطريق خممت مزيان وقلت مراتي العزيزة تستاهل دار ماشي غير منظمة، ورجعتها للسياغ ودسيت فلوسها وغدا نزيد عليها ونشري ليك دار. تعجب وقال بحال يعلمك الله هاد الشي اللي وقع بالضبط. قالت ليه نعس نعس وسكت ما شريت لي حتى غربال شري لي دار. قال سحت الليل في سره يا ويل من طاح في بير وصعب عليه طلوعه، فرفر ما صاب جنحين يبكي وسالو دموعه، سحت الليل في الليل كيدير جنحين فرفر وطار وما بقى بان ليه اطار، قلبنا عليه حتى عينا وما بان حتى صبح الحال. وعلى شوية كان غادي يدوزنا حدي التاجر وجارته. قالت ليه صافي راه كل شي واجد، الناس معروض دير لدار خالتي وانت تفاهمت مع الفقيه والشهود. قال ليها صافي تفاهمت معاهم ما بقى غير نمشي نتكاتب مع مول الدار. قالت ليه ايوا سير زرب باش يكفيك النهار. خرجت هي شدت الطريق وهو شد الطريق، اما سحت الليل في رمشت عين خوا المكان وما بان ليه اثار، وخلانا حنا ضايعين وسط السوق نمشي ونديرو شي براده تاعي، راه غبرات سحت الليل كتجيب ساعات طويلة. وهكا كان ما بان سحت الليل حتى الوقت العصر، لقينا التاجر داخل الدار جينا معاه قد قد. تعرضت ليه مراته وتفاجأت بالعودة دياله، قالت ليها شو وقع ليك ورجعت بكري؟ قال ليها وهو فرحان ألا لا فرحي وزغرتي وقولي راجلي سيد الرجال. جاوباته وعلاش مولاي ندير هادشي؟ قال ليها شريت ليك دار ما صدقتش وقالت مع راسها مستحيل، يا إما الرجل هبل أو شارب شي حاجة. وقالت ليه ما نطيقش بيك حتى نشوف بعيني. قال ليها ايوا لالا داكشي علاش جيت دابا غير باش نديك تشوفي الدار وبها تنظفيها. طارت بالفرحه وزغرتت كيف ما قال وقالت راجلي سيد الرجال. هكا جمعت حوايج تنظيف ووصلها للدار، عطاها المفتاح وقال ليها انا مشيت بالسلامه. وهي ما هازها فرحه، قالت ليه فين غادي تخليني وحدي شكون يعاوني في الشقه؟ قال ليها على داكشي غادي باش نصيفط ليك شي خدامة تعاونك وانا نمشي نكمل خدمتي. وهي طايرة بالفرحة قالت ليه لهلا يخطيك عليا راجلي العزيز.
ربي يعاونك في خدمتك. مشى هو فرحان وحاضيها يقول يا ربي. غير تدخل للدار، دخلت هي للدار وبدات تنظف وتشقى على ما جات الخدامه تعاونها. اما صحت الليل تبع التاجر اللي يتمشى فرحان، دخل للدار دوش وزوز وعدل ولبس احسن ثياب، ومع اذان المغرب جات عنده سياره زاته ودازوا على جارته اللي ولات مراته. مشاو عند خالتها تماك دايرين العرس، الشطيح والرديح وهرم عندك داكشي ما واصلين. اش بان ليكم نجلسوا نتعرسوا؟ لا حتى نتوما بحال صحت الليل فيه النفس، ما يحضر لي العرس بلا عراده. ايوا سيادي. طار ورجع وقف فوق الدار، ومرات التاجر مسكينه تستنى في الخدامه، تحدث نفسها وتقول هاد الخدامه شحال تعطلات، ياك ما نسى الراجل ما قالهاش ليها. هي عاد هكا تحاجي وتفك مع راسها وتسمع واحد سيدي صوت جاي من وراها. صحت الليل اللي ما يخاف حتى بحاجه تترعب لذاك الصوت. تفزعت مرات التاجر وبدون ما تدور جهه الصوت قالت ليها هاي هاي على سلامتك وصلتي، انا غادي نسالي انت عاد جايه وزايده بهاد اللعب الخايب تخلعي فيا. وداك الصوت يعاود اكثر قوه من الاول، حتى صحت الليل طار بغى يهرب ورجع. اما مرات التاجر تقفز قفزه وحده مع الدوره جهه الصوت مع تعطيه تصرفيقه وتقول ليها واه يا لالا جبتك تعاونيني ولا تخلعيني، يلا زيدي تشقاي. ما جات تكمل هدرتها حتى قجتها وعصرتها مع الحيط وقالت ليها طولتي يدك على ملكة الجان اللي ما يقدر عليها لا إنس ولا جان، بلا خوف ولا حشمة جيتي حتى لداري وتآمري فيا، ما يفكك من يدي لا سحر سحار ولا قرآن، اليوم صفيها ليك. مرات التاجر لا جهد عندها ولا قوة، وحسات بروحها كتطلع غير بشوية، ما عرفت ما دير بقات تغوت على الراجل. الجنية ضحكات وباش تزيد تعذيبها قالت ليها رجلك اللي فرحانة بيه عمدا جابك ليا وراه معرس مع جارتك هنية، وما شراها الدار حتى عرف اللي يدخلها ما يخرج منها. قال صحت الليل بسره أمان يا ابني الأمان، والأمان يقطع الرقبة، حطيت يا ابني الإحسان، جبت البلا بلا سبة. مرات التاجر بقوة الصدمة والقهرة المسكينة غوتت غير غوتة وحدها، هكيت الحباب وهكيت الجنية، الشر اللي يجي من أقرب الناس أكبر من شر الدنيا. قالت يا الله يا وكيل المظلومين. ما جات تكمل كلامها حتى جا راجل طاير فوق الريح، هز الجنية بيد وحدة وضربها مع الحيط. زادت مرات التاجر ترعبات، شاف فيها وقال يا زارع الخير حبة ويا زارع الشر ياسر، مولى الخير ينبى ومولى الشر خاسر. سعد فوق جناح الريح وطار وهو يردد ما تخرجي من هالدار حتى للنهار، واختفى ما بقى ليه آثار. ما صدقتش هادش واش حلم أو حقيقة، حتى كلمتها ديك الجنية قالت ليها أنا خدامتك، طلبي اللي بغيتي ننفذو ليك، إلا بغيتي ننتقم من راجلك وجارتك ننتقم ليك، إلا بغيتي كنوز الدنيا نجيبهم ليك، انت غير تمناي وانا نحقق ليك. جاوبتها بحسرة وقالت لا طرد الشر بالشر، يصغر الخير والشر يكبر، وقابل الشر بالخير، يصغر الشر والخير يكبر. اما انا قلبي اللي غدرني يا قلب نكويك بالنار واذا بريت نزيدك، يا قلب خلفت لي العار وتريد من لا يريدك. كملت كلامها وقالت للجنية وعديني ما تعرضي للناس بالأدية، وانتي حرة كيف كنتي أول مرة. وعدتها الجنية وقالت ليها باش نكون حرة خاص تقبلي مني الهدية، وحطت ليها صندوق ذهب وطارت المكان ما يعلم به غير الله. أما صحت الليل طار جابها في دار العرس، لقى العرس سالة وتفرقت الجماعة، ورجع التاجر ومراته جديدة فرحانين للدار. لكن الله ما يكمل فرحة الغدار، وجات الشتا وريح قوية. التاجر حيت شحيح شاري بيت على جنب الواد حيت الارض رخيصه، ايوا ما جاي صباح الصباح حتى حمل الواد ودا كل من جا في طريقه، ما بقى لا مال ولا دار ولا تاجر ولا جارته. قال صحت الليل بسره حبل الشر قصير والحق واد طويل، الى غضب الواد اش عند الحبل ما يدير. فرفر وطار وما بقى ليه اثار، ما عرفنا فوق شيبة، ايوا مين يبان غادي يجيب لكم قصه جميله وخيوطها مسوجة ومحبوكة. على داكشي اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس.
باش من يرجع تحت الليل يوصلكم الإشعار. وشاركوا القصة مع أهلكم وأصدقائكم، ودعمونا بتعليقاتكم وإعجاباتكم. هنا قصتنا سالات إلى نهايتها وصلت. خليت لكم الصحة والراحة، وإلى اللقاء.